حياكم الله مشاهدينا وأسعد الله أوقاتكم في كل مكان. حلقة جديدة من برنامجكم اليومي والمباشر سيدتي على شاشة روتانا خليجية. عندنا اليوم العديد من المهمة، هيكون الموضوع الأول من أبو ظبي واللي حيتحدث عن قضايا بتهم المرأة والأسرة وتحديدا عن تعلق الطفل بالأسلحة وأثر هذا الشغف عليه. وكمان حيكون معايا الكاتبة السعودية ناهد باشطح واللي حنتحدث معاها عن رحلتها الصحفية المميزة والمتألقة لمناصرة المرأة، وأنا بشكرها طبعا على تقبلها لدعوتي. أيضا حنطلع على طلعات النجمات في أسبوع باريس للموضة مع وائل فطايري ومقص الرقيب زي ما تقول جيهان أنها تنتظره دائما. كل هذا وأكثر لاحقا في سيدتي. في بداية الحلقة اسمحوا لي أمسي على زميلاتي العزيزات في جدة ورياض، مساء الخير عليك يا خلود ويا جيهان ويا رنيم. يسعد مساك هبة ومسا مشاهدينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامجكم سيدتي. طبعا احنا عرفنا فقرات زميلتنا هبة في الإمارات، خلينا نتعرف على فقراتنا هنا في جدة. اليوم في جدة حتكون فقرتنا نفسية بحت وحنتعرف فيها على فئة، للأسف يمكن هذه الفئة نقدر نقول إن هي مضطهدة، المجتمع رافضها، فيها مشاكل وعقد كثيرة إحنا إلى الآن ما توصلنا لحل معها. الفئة هذه اللي هي فئة المتحولين جنسيا ومشاكلهم بين الماضي والحاضر ونظرة المجتمع لهم. يمكن فقرتنا تكون شيقة وحساسة قليلا، لكن حنتعرف على تفاصيلها ولكن بعد ما أمسي سريعا على زميلتي جيهان حده. وكنت حابه برضه رنيم قبه، شفتي؟ مساء الخير عليك يا خلود، من جد فقرتنا اليوم حساسه جدا، آن الاوان ان احنا نشيل هذا الغطاء لانه صار منتشر بشده. خلاص ما نخجل، ما نتعامل مع الاشياء بكتمانيه وسريه، موجودين الفئه نعترف بيهم بس نعرف ايش المشاكل وكيف نتعرف عليهم. مساء الخير عليك مره ثانيه وعلى هذا اللوك الجميل اليوم الجديد. اشكرك. ومساء الخير عليك هبه، مساء الخير لجمهورنا الحبيب اللي انضم الينا الى شاشه روتانا خليجيه الان لمتابعتنا في فقره جديده او في حلقه جديده من سيدتي. خلود قالت فقرتنا الحساسه شديده الحساسيه لليوم، كمان حيكون عندنا من جده متابعه لمواقع التواصل الاجتماعي نتعرف من خلالها على المشاعر التي لم يختبرها الرجل، كمان حيكون لنا تغطية متميزة لأسبوع الموضة في باريس. قبل هذه التفاصيل نتجه الآن إلى الرياض وزميلة العزيزة رنيم القبج، ونقول لها مساء الخير. مساء الخير عليك يا رنيم. شكرا لك يا خلود، مساء الخير ليكي والجيهان ومشاهدينا الكرام متابعي سيدتي في كل مكان. اليوم من الرياض نسلط الضوء على مبادرة جديدة طبعا للتوعية الصحية من قبل طالبات جامعة الملك سعود. ايش هي المبادرة وتفاصيلها مشاهدينا خلال الحلقة تابعونا. لكن الآن نرجع إلى أبو ظبي، نمسي على هبة والجميع في الخير طبعا ونبدأ فقرات سيدتي لليوم. يا مساء الخير يا هبة. يا مساء النور يا رنيم، شكرا لك. مشاهدينا احب اذكركم سريعا بمتابعه حلقات البرنامج عبر زياره صفحه البرنامج على اليوتيوب الظاهر امامكم على الشاشه، وللتفاعل معنا يسعدنا تفاعلكم وتواصلكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي اللي كمان بتظهر امامكم بملاحظاتكم ومشاركاتكم اللي دائما تهمنا. اما الان جوله سريعه على عناوين حلقه سيدتي اليوم، اترككم مع العناوين. في سيدتي اليوم المتحولون جنسيا مرضى أم مذنبين؟ طفلي شغوف بالأسلحة على من ألقي اللوم؟ فيديوهات في جامعة الملك سعود بمعلومات توعوية هامة. مشاعر لم يجربها الرجال على صفحات تويتر. الكاتبة السعودية ناهد باشطح للصحفي رب يحميه. وأخيراً الليدي غاغا بفستان محتشم في باريس فاشن ويك. هذه كانت أهم عناوين محطاتنا لليوم، أما الآن جولة أخبار السعودية. خبرنا الأول حول إعادة تطبيق دوام الفترتين في المراكز الصحية.
كشفت وزارة الصحة أنها تعتزم إعادة تطبيق دوام الفترتين الصباحية والمسائية لكافة المراكز الصحية بالمملكة خلال الفترة المقبلة. وتبدأ الفترة الصباحية من الساعة 8 صباحا وحتى 12 ظهرا، والمسائية من 4 عصرا وحتى 9 مساء. وكما أكدت المصادر، يأتي هذا القرار من أجل تخفيف الضغط على المستشفيات وخصوصا أقسام الطوارئ. طبعا خبر مهم، احنا فعلا نتمنى انه هذا القرار يخفف بالفعل من الضغط على المستشفيات عشان كل المواطنين يقدروا يستفيدوا من جودة الخدمات الصحية، وما يكون في انتظار طويل، وما يكون في صعوبات في المعالجة او تأخير ومماطلة. هننتقل الى خبرنا الثاني بعنوان: سعوديون يطالبون آبائهم بنفقة حيوانات أليفة. استقبلت المحاكم السعودية قضايا رفعها أبناء ضد آبائهم لإلزامهم بدفع النفقة لحيوانات أليفة اقتنوها في منازلهم لتربيتها، وتعد تلك الدعاوي الأولى من نوعها والتي ترفع في المحاكم السعودية، إذ سجلت مناطق مكة المكرمة والقصيم والشرقية 4 دعاوي من أبناء على آبائهم لطلب النفقة على حيواناتهم الأليفة. يذكر أن بعض السعوديين يقتنون في منازلهم حيوانات أليفة تحتاج إلى أطعمة وعناية طبية، بعضها باهظ الثمن. طبعا مؤسف أنه أبناء يرفعوا قضية على آبائهم، والأسوأ كمان عشان يعني تربية الحيوانات. تربية الحيوانات بالعكس شيء إنساني جدا، والاهتمام بالنبات والحيوانات يعني شيء بالعكس يعني يعطيهم العافية عليه، بس ما توصل لدرجة أنهم يرفعوا قضايا على أهلهم. أنا ما أعرف القاضي إيش هيحكم بالضبط يعني، بس مؤسف أنه الأبناء يرفعوا قضايا على أمور ما هي مستحقة، يعني ما هي بجديل يعني، هو ممكن يهتم فيهم بدون التكاليف الكبيرة يعني. هننتقل إلى خبرنا الثالث والأخير: التربية والتعليم تخطط لإلزامية رياض الأطفال. تدرس وزارة التربية والتعليم مشروع شراء قسائم دراسية من مدارس رياض الأطفال الأهلية وتوزيعها على أولياء الأمور بالمجان في حال عدم توفر أماكن لأبنائهم في المدارس الحكومية. ويهدف المشروع الجديد لتحويل الدراسة في رياض الأطفال لمشروع إلزامي بدلاً من كونه اختياري. طبعاً خطوة إيجابية، لأنه رياض الأطفال مهم للأطفال قبل لا يدخلوا المرحلة الابتدائية، بيهيئهم لأمور كثير. كمان مهم أنه يعلموهم أحياناً بعض الحروف أو بعض سواء العربي، الأبجديات العربية أو الإنجليزية، الرسم، يكتشفوا مواهبهم وهواياتهم. ومو كل شخص يقدر أنه يعني يخلي أبنائه يذهبوا لرياض الأطفال، بس رياض الأطفال عن جد شغلة مرة مهمة. أنا أتذكر لما كنت طفلة كان في حاجات كتير إيجابية تعلمناها في المدرسة، وكان في مجال كبير للإبداع وللعروض اللي كنا نعملها في المدرسة، كانت شيء رائع صراحة. فمهم أنه يطبق هذا القانون وبشكل سريع يعني، فإن شاء الله التوفيق للجميع. سيدتي مستمر وفقراتنا مستمرة، فقرة الأخبار انتهت، فقرات رائعة بعد الفاصل، ابقوا معنا. مجلة سيدتي لكل امرأة تريد أن تجدد أنوثتها، شخصيتها وأيامها. سيدتي، عالمك في مجلة. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. أنت متفوقة معها، والطموحة معها، أنت السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية. في سيدتي بعد الفاصل: المتحولون جنسية مرضى أم مذنبين؟